وذكر حجاج الموصل خبر انهزام الأمير الحسين بن دوستك المعروف بباذ عن مدينة الموصل. كان باذ قد استولى على الموصل. سير السلطان سمسام الدولة البويهي القائد زيار بن شهراكوي لقتاله وجهزه بالرجال. فتقاتل الطرفان، انهزم باذ. استجمع باذ قوته بديار بكر، فكلف سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني بحربه، وسير إليه قوة كبيرة، لكنهم لم يتمكنوا منه، وأرسل يطلب الصفة، فاصطلحوا على أن تكون ديار بكر ونصف طور عبدين لباذ، وآل أمر الموصل للأمير سعد الدولة الحمداني.